هسه نروح السؤال 12 استاذ، قرانا سؤال 12. يقول بالمفاصل الأفقية أي. شنو أقصى بروز للبليتة العلوية عن البليتة اللي جواها؟ سمك البليتة ربع إنج. ربع انش. اذا نروح للفقرة 7 2 3 2، هسه ما دام الكلام عن الهورزونتال جوين بنروح للمسألة اللايمت مالت ميل مالت الهورزونتال اللي هي هاي الفقرة 7 2 3 2. هذا هم يتكلم انه اذا عندك من ساعة كان الكلام اذا عندك السمك بالمفاصل العمودية اكثر من 16 واقل من 16، هنا الكلام عن ال 8 مللي، اكثر من 8 مللي واقل من 8 مللي. جاي يقول لك اذا عندك سمك المعدن بالفقره 7 2 3 2 ايش قايل 7 2 3 2 بالمفاصل الافقيه يجب ان لا تظهر الصفائح العلويه خارج الصفائح السفليه بمقدار ايش قد؟ هنا انا قايل لك 20% مع اقصى بروجكت، ويسميها بروز، يعني ايش قد يكون، يعني ايش قد المفروض تطلع اقصى شيء 3 ملم. يقول بالنسبه للصفائح العليا التي يقل سمكها عن 8 ملم ايش قد لازم يقول لك يصير البروز 1.5 ملم. بس اول شيء سؤالنا ايش قد السمك، لازم تعرف على مود تعرف ايش تختار، تختار ام ال 20% اللي السماحيه مالتها، يعني حتى تعرف السماحيه مالتك من 3 ملم لو من 1.5، وهاي تعتمد عليه ما قلنا على سمك المعدن اذا كان اكثر من 8 ملم او اقل من 8 ملم. سؤالنا شو يقول ايش قد السمك استاذ؟ ربع انج. ربع الانج. ربع الانج يعني ايش قد؟ كم ملم؟ بوينت 0.6 بوينت 635 بوينت بالضبط. 2 5 هو في 25 بوينت 4 ايش قد يطلع؟ اي انت تعرفه بالملي مش قد 6 بوينت ملي. 3 اذا هو شنو؟ ما دام طلع عندك اقل من 8، مو طلع 6 ملي ولا هو؟ اي ما دام السمك اقل من 8 لازم البروز ايش قد يطلع عندك البروجكشن، ماكسيموم بروجكشن 1.5 ملي متر. 1.5 ملي. فالاختيار يا اختيار، خلينا نرجع للسؤال. الاختيار ايش قد؟ الاختيار وطبعا مطيق بالانج بالضبط، الواحد على 16 بنتقسمه يطلع الاختيار اي، يطلع بوينت او 625. اوكي يا اخوان، اوكي سر. من ترجع للفقره، يعني الاراد واحد الاي بي اي بي ذي، هسه من ترجع للفقره ايش قد السماحيه 1.5 بالملم، بما انه جاوب مطيق اياه بالانش، فتقسم الواحد على 16 هاي تقسمها تطلع عندك 0.0625. هذا الجواب. واضحة ان شاء الله. هاي الاسئلة احنا اكو معلومات مرينا عليها بس يعني ما ترسخت الفكرة، بس الأسئلة ترسخ الفكرة، فأنا دزيت لكم سابقا فولدر يا ريت على طول تحلون أسئلة، الاستفادة يعني بتكون أكبر والمعلومات تترسخ. المهم اقرأ لي سؤال 13 أستاذ. أستاذ يقول عمليات لحام متعددة الباصات
تكون ضرورية المفاصل العمودية والمحيطية في جدار الخزان اللي المادة مالته تكون سمكها 1.5 إنج. يقول يريد الماكسيمم الويلت باس، يريد سمك أو حجم الباص اللحام الماكسيمم الأقصى المسموح به وأقل درجة حرارة للبري هيت. هنا شو يقول لك؟ إذا عندك بروسجر لحام وكان يعني متعدد الباصات، يعني البروسجر يقول لك مثلا أكثر من باص، 1، 2، أو 3، أو 4، كان مطلوب على شنو؟ على طول المحيط، على طول لحام محيطي، يعني مثلا لحام الهورزونتال اللي هو يسمونه لحام محيطي، أو على المفاصل العمودية الميل لكورسات الجدار. وكانت كان المعدن مالك السمك ماله ايش قد؟ اكثر من 1.5 الانش. يسيلك هنا ايش قد راح يكون اكبر سايز للتمريره الوحده للباص؟ ايش قد قيمته؟ يكون اكبر شيء بعد ما يصير لك تخليه اكثر من عتر. وبعد وياها ضايف لك وايش قد المينيموم بري هيت، ايش قد اقل درجه حراره للتسخين المسبق. فهنا سالك سؤالين بشغلة واحدة، قال لك السؤال شو يقول؟ خلينا نعيد السؤال. السؤال يقول لك انه عندك لحام على الهورزنتال او على الشورت انيلر، هذا يسمونه لحام محيطي، شكو لحام دائج يعني تفتر بيه يسمونه لحام محيطي، مثل لحام الهورزنتال او الشورت انيلر او لحام البراتيك، وكان سمك البليت جاي تلحم بيه اكثر من 1.5. يقول لك ايش قد اكثر سايز للباص الواحد؟ يعني هنا عدة باصات، إذا كان سمك البليت أكثر من 1.5 الإنج، وبعد وش قد لازم المينيموم بريهي تمبرتشر؟ وش قد؟ نروح للفقرة 7، 2، 3، 4، روحوا للفقرة هاي. يا الله هاي الفقرة والله هي لا مهم. العفو 7، 2، 3، 5. شوف الفقرة 7، 2، 3، 5. الفقرة 7، 2، 3، 5 شو تقول؟ تقول بالنسبة للمفاصل المحيطية اللي حكى عليها السؤال، نفس السؤال، والعمودية في حلقات الجدار المصنوعة من معادن يزيد سمكها عن 40 ملم. هسه سمكنا احنا ايش قد كم ملم؟ هو 1.5 الانج يعني 40 ملم، يعني نفس السؤال. وهذا السمك هو شنو يقول؟ بناء على سمك الصفيحة السميكة عند المفصل. مثلا انت جاي تطبق بيرتك على بيرتك، لازم شنو السمك مال ذن البليتين اكثر من 40 ملم. واذا كنت تطبق هورزونتال على هورزونتال، فشوف البليت الاسمك اكثر من 40 ملم. يقول شنو هنا؟ لازم ما دام السمك يعني عالي واصل الى ازيد من 40 ملم، ازيد من 1.5 انج، لازم شو تسوي؟ تلحم على عده تمريرات، مو باص واحد. مثلا تجيب لك الماكينه اوتوماتيك وتخليها بباص واحد، لا، حتى الماكينه الاوتوماتيك لازم ترتبها على عده باصات، او اذا كان اللحام يدويهم عده باصات. مع عدم لازم شو تسوي؟ انه ما تخلي الباص الواحد اكثر من 19 ملم. اوكي يا اخوان؟ هذا الجواب. اوكي؟ نرجع للسؤال حتى ال 19 مليم. 19 مليم شنو؟ ايش قد بالانج؟ بالانج 3 ارباع. زين المينيموم بري هيت ايش قد؟
هسه عرفنا الجزء الأول من الجواب، أنه ما يصير تلحم تمريرة لحام أكثر من 3/4. يعني الاختيار يصير عندنا أما الـ A أما الـ C. زين، نروح وين؟ للمينيموم بري هيت، نروح للجدول مالنا مال المساع. الواحد ونص، الأكثر من واحد ونص، إيش قد أقل درجة حرارة المينيموم بري هيت؟ 50 فهرنهايت. 50. بس هنا أنا شنو ما ذاكر لك الجروب، فخلنا نباوع اللي إذا كان السمك أكثر من واحد ونص، يعني كم درجة حرارة عندنا هنا إليه؟ 100 على 200 و50. واحدة 200 و50 مو؟ واحدة 200 و50. إذا تروحون للجدول يشوفون واحدة 200 الحرارة، واحدة ايش قد؟ خلينا نروح للجدول. والله 50 و100 صح؟ ها؟ 50 و100. لا 200 ليش؟ يلا خلينا نرجع لهون. هذا هو جدول. إذا السمك شبي أكثر من الواحد ونص الإنج. أكثر ويساوي. لا أكثر. 200 في الحرارة ايش قد؟ ف 200. فإذا ليه اختيار يصير الاختيار سي. انتبهتوا للجدول يا ولد؟ الحالتين 200. الحل سي هذا هو. حل سي. الحل سي. ليش؟ هسه 3/4 عرفنا منين طلعناها؟ طلعناها من البروجراف 7 2 3 5. اوكي؟ والحرارة المينيموم بري هيت، رحنا للجدول مالنا شفنا الأكثر من واحد ونص، ايش قد الحرارة القابلة؟ القابلة 200. يعني شوفوا بكل الجروبات، سواء كان الاول الثاني الثالث الرابع، اذا كان السمك اكبر من الواحد ونص فان المينيموم بري هيت 200. اوكي شوفوا هنا هسه اذا كان السمك اكثر من الواحد ونص اللي هو هذا، شوف الحراره ايش قد هنا 200. يعني شوفون لو لا وهنا أنا أشوف بالجروبات الخامس السادس السابع الثامن هم الحرارة 200. إذا ما عندنا غير الاختيار سي وهو الجواب الصحيح. أوكي هذا سؤال 13. هسه نروح السؤال 15. طبعا سؤال 15 يعني خلينا نناقشه لأن أنا هم ما مستوعبه كلش. سعد أمير اقرأ سؤال 15. قول الفحص المطلوب لباص اللحام الأولي وفقا لـ ABI 650 بالإمكان إلغائه وفقا حسب الموافقة بين البرتشيزر والمانوفاكتشرر في حال إقامة الفحوصات التالية على كامل محيط اللحام. يقول الفحوصات المطلوبة للباص الأولي حسب الـ ABI 650 من الإمكان إلغائها إذا حصلت موافقة بين المانيفكتشر والبرتشيزر مو؟ إي بس بشرط أنهم يسوين الفحوصات التالية. الفحوصات التالية شلون أستاذ؟ إي بس كون مسوين الفحوصات التالية للمحيط كله، يعني محيط على طول اللحام. محيط الخزان من الداخل والخارج. هو هسه جاي يسألك شنو يعني معناها شنو الفحوصات مو؟ اي which of the following، اي من الفحوصات التاليه.
Which of the following examination? Okay. خلنا نروح للفقرة 7-2-4-3. 7-2-4-3. شوف هاي الفقرة 7-2-4-3. فقرة 7-2-4-3 شو تقول؟ يقول بالاتفاق بين المانيفكتشر والبرتشيزر تقدر تتنازل عن الفحوصات. اكو فحوصات تقدر تتنازل عنها اللي هن مذكورة بيا فقرة بالفقرة 7-2-4-1. هسه راح ارجع لها. بس شنو قايل لك؟ بشرط تسوي هاي الفحوصات الثلاثة، انه تفحص بصري للباص الاول، اول باص تسوي من الداخل والخارج، اول باص تسوي تلحمة من الداخل او الخارج للشورت وينر تباوع له، وبعد هم تفحص بصري للباص الاخير يعني هاي الفينش جوينت ورا ما يخلص من الداخل والخارج، وبعد تفحص لكل الجوانب يقول لك لكل المفصل باي ام تي يسوي بي تي او شنو الفاكيوم بوكس هذا الزاويه انا دازلكم يصير مثل المثلث. زين شنو الفحوصات اللي تقدر تتنازل عنهن؟ قال لك ذكرناهم بالفقرة 7-2-4-1. خلينا نرجع نجي مراجعة سريعة. 7-2-4-1 هاي الفحوصات اللي قلنا إذا تريد تلحم من الداخل تسوي ام تي، وإذا تريد تلحم من الخارج للباص الأولي مال شورت وينر تسوي الفحوصات البقية اللي هي بالفقرة بي وسي ودي واي، اللي هي نفس يعني تخلي غاز او تفحص كانت الفاكيوم بوكس هاي الامور. ماكو اوكي. خلينا نرجع السؤال. هسه من السؤال الاختيار الصحيح الجواب الأول. الأول هو أستاذ أمير، أستاذ أمير، أستاذ محمد. هو هنا شو يقول؟ يقول إنه الفحوصات المطلوبة على الباص الأول بالإمكان تسقطهن تلغيهن إذا صارت موافقة. بس شنو يقول لك شنو المتطلبات حتى تلغيهن؟ تفحص ام تي وبي تي وتستخدم فاكيوم بوكس. استاذ بالسؤال هي. يقول شو اسمه بعدين هنا يقول لك في حال يعني خلينا نقول provided all but which of the following، يعني اكو واحد من عندهم ما منفذ، مو بس واحد يعني شوي بالعكس صارت. انا شنو الخيار الصحيح راح يكون دي. يقول لك انا شويه خربطت بها، يقول لك all but which of the following، اكو واحد من الاربعه الجايات غير منفذ او من نفذه. يعني لاحظ اول ثلاثه المذكورات بالنقطه ما عدا الرابع، لان هذا الاول مال كلا الجانبين ام تي بي تي او فاكيوم بوكس، ومال الفي تي لان اثنين هن ذكرناهم قبل شويه. لا بس ما عدا الرابع. استاذ هسه هي الفقره هاي 7-2-4-3 قبل شويه قريناها. اي خلنا نرجع لها. 7-2-4-3 اي الفقره 7-2-4-3 شو تقول لك؟ تقول لك انه تقدر تتنازل عن الفحوصات المذكوره بالفقره هاي اللي ذاكرت لنا الاي والبي والسي والدي والاي اللي بها خمس انواع من الفحوصات، تقدر تتنازل عنهم
اذا صار اتفاق بس بشرط تسوي هذني اللي هن ياهن قايل لك تفحص الجوين من التمريره الاولى من برا ومن جوا وتفحص التمريره النهائيه ايضا من برا ومن جوا. هسه هو ذاكرهم بيمل بالبي وبالسي وبعد وقايل لك شو تسوي امتي وبي تي وفاكيوم. هو قايل لك باستثناء واحده اللي هي الدي، يعني الدي ما ذاكرها. اي الدي هو الخيار الصحيح بالسؤال الجاي. يقول لك انه اذا صار اتفاق بين البرتشيزر والمانيفكتشر انه الفحوصات اللي الخمسه اللي ذكرناها سابقا يقول لك هاي تقدر تطيحهم، تقدر يعني يلغن، بس بشرط تسوي ثلاث شغلات اللي هي تفحص التمريره الاولى من برا ومن جوا وتفحص التمريره الاخيره من برا ومن جوا وبعد تسوي هاي الفحوصات اللي هي البي تي والام تي او الرايت انجل، يعني واحده من عندها، اما هاي اما هاي اما هاي اللي هن وين مذكورات بالفقره بالسؤال اي وبي وسي. اكو واحده ما مذكوره بالبرغراف اللي هي الدي، فالاختيار يصير الدي. يعني استاذ بات ويتش هنا أنا جايه باستثناء، خلينا نقول معناها وينها؟ اي باستثناء provided all but which of the following، but which هنا استثناء جاي باستثناء قايل لك النقاط التاليه، باستثناء واحده من النقاط التاليه. زين هاي واضحه ان شاء الله؟ اكو سؤال محط ابتلاء عندنا. اذا عندكم خزان سقف ثابت وتريد تفحص السقف مالته هواي، احنا مو ورا ما نملي، اذا عندنا خزان سقف ثابت مو نمليه ماي نوصله، قلنا انجين فوق التوب انجل، وش نسوي؟ او للاوفر فلو او للهاي هاي، شو نسوي؟ نضغط هواء، صح لو لا؟ صح. يمتى نضغط هواء؟ اذا الخزان كان السقف ماله من النوع يسمونه الغاز تايت. شنو الغاز تايت قلنا اذا تذكرون؟ الغاز تايت قلنا بعض المنتوجات تصدر من عندها غازات. هاي الغازات عندها قابليه تتفاعل ويا الهواء وتشكل مواد سامه. فحتى يضمنون انه السقف ما راح يعبر غازات، شو يسوون؟ يفحصونه فحص هواي ويتاكدون من ان المفاصل مالته ما تسرب غاز، هو هاي معنى الغاز تايت. اوكي؟ ايش قد بالضغط؟ طبعا هاي المعلومه اللي بهذا السؤال حاليا ما موجوده بالاي بي اي، انا دورت حتى من النسخ القديمه ما حصلتها. فعندك طريقتين حتى تحسب الضغط اللي راح تستخدمه. اما انه الوزن الضغط مالك يكون ما يتجاوز وزن السقف بليت السقف، يعني تطبق قانون الضغط يساوي القوه على المساحه. القوه هو شنو؟ هو الوزن، يعني الوزن اللي راح تضرب ابعاد البليته، توحد الابعاد، طول بعرض بسمك بالكثافه النسبيه مالت الحديد اللي جاي تستخدمه، راح يطلع عندك حجم. الحجم الضربه بالكثافه النوعيه العفو راح يطلع عندك يطلع عندك القوه. على المساحه مالت السقف راح يطلع عندك الضغط. واضح اخوان؟ اي صح. الضغط شو يساوي؟ اف على اي قوه على المساحه. قوه على المساحه. القوة شلون تطلعها؟ القوة هو الوزن مال البلية، الوزن شلون تطلعه؟ تضرب الأبعاد الثلاثة بالكثافة النوعية، الطول في العرض في السمك مال البلية بالكثافة النوعية جي، راح تطلع عندك الاف. على المساحة مساحة السقف راح يطلع عندك الضغط. لازم هذا الضغط تفحص باقل من هذا الضغط، ايش قد ما يطلع عندك الضغط تفحص اقل من عنده. هنا اللي هنا ما عندي شيء، خلصت. اختاريت لكم اسئله
يعني مهمة بها شوية فكرة. هذا الفولدر راح أدزه لكم ب بأسئلة وأجوبة، وبعدين ورا نهاية كل سكشن يعطيك ال يعطيك ال يعني قائمة بالأجوبة. يعني هذا مثل السؤال 21 يقول لك مثل اختيار بي وهكذا، ومعطيك حتى الإيميل قايل لك إذا تلقى غلط بأجوبتي راسلني. بس هاي النسخة اللي عندي على الـ API القديم، يعني هذا السكشن هسه احنا عندنا سابع، هو قبل عده خامس، يعني راجع سكشنين اللي ورا، فانتم يراد له تصحيح. انا صححت بس السابع الصبح اشتغلت عليه، فمن تروحون هسه للاول وللثاني وللثالث وللرابع تلقونه متغير. هذا راح ادزه لكم، وانا اعتقد دازه لكم قبل، ما اتذكر يعني، بس على العموم اخذوه واستفادوا من عنده. اكو واحد عنده سؤال؟ شوف هذا السؤال، السؤال العاشر، شوف أستاذ أمير هم قايل لك خزان السقف ماله من نوع الغاز تايت، السمك ماله قلنا ايش قد احنا سمك كل هذا 6 ملم في لوفة، ايش قايل لك؟ قايل لك الخزان السقف ماله كون مخروط وسبورتد، اي 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 يعني كون بي سلوب، السلوب من يعني من 12 الى 2، The tank is هاي مطيك 90 انج القطر مالته، الارتفاع مالته 32، اليونوماتيك بريشر بالبي اس اي قايل لك حتى شنو؟ حتى تضغط وتشيك يقول لك تستخدم هاي السوب سوليوشن اللي احنا الرغوه اللي نخليها فوق الجوينات، ايش قال؟ اللي هي الجواب دي. المبصر هذا الموضوع يعني هو يخص الفحص الهندسي اكثر شيء، بس على اعتبار احنا مهندسين ننفذ خزان لازم يصير عندنا معرفه بال هاي الموضوع، فانا اشوفه بصراحه ضروري نعرفه. ان شاء الله هسه ناخذه يعني بشيء من البساطه، نبلش بالفصل الثامن. الفصل الثامن اول ما بادي ملاحظة يقول انه مصطلح المصور بهذه المواصفة القياسية، مصطلح المصور نفس المعنى اللي شارحينه قالك بالفصل الخامس والثامن، وين؟ بالازمي كود. الازمي كود هنا يقول لك انه من يقول لك انسبكتر فمعناها البرتشيزر انسبكتر، معناها فاحص يعني المشتري اللي هو الملاك، اوكي صاحب المشروع يعني، او من يخوله هو يعني بالاساس انه الفاحص هو الشخص البرتشيزر. بس البرتشيزر نبات شو يسوي؟ مثل ما دائما الشركات تخول سكوب انه الفحص عليكم يعني. بس انا هنا بنفط ميسان، لا الفاحص هو البرتشيزر وبنفط ميسان نفسه، اوكي. فيقول لك انت هاي يعطيك اياها بالمقدمه، اول الفحوصات اللي تصير على المفصل هو شنو؟ الريدوغرافيك ميثود الفقره 8.1. استاذ عبود حياكم. الفقره 8.1 فقرة 8.1 شو تقول؟ يكاتب لك والغرض من هذه الفقرة، ما ادري تعبان، الغرض من هذه الفقرة يقول لك الصفائح يجب اعتبارها بنفس نفس السمك عندما لا يتجاوز الفرق في سمكها المحدد او السمك التصميمي ايش قد 3 ملم. شنو يعني؟ يعني انت عادة تصور المفاصل اللي بليت نفس السمك، يعني مالت البيرتيك او الهورزونتال او مال الارضيه مالت الانيلار نصورها احنا نفس السمك، بس على سبيل الفرق احنا مو قلنا مرات شو يخلون
الانسيرت بليت او الانسيرت سكند بليت يصير سمكها اعلى من حلقات الجدار البقيه، تذكرون لو ناسين. يعني صفيحة الجدار اللي بيها فتحات احنا مو جاي نخلي لها درع وياي؟ لا مو جاي وياك استاذ، نخلي لها دروع. بعض الاحيان ما يخلي دروع، يجيب لها بليته سمكها اعلى منين من بقيه الكورس، ورأسًا يفتح بها النوزلات. هاي يسمونها هن نوعين، اما انسيرت بليت اما ثيكت انسيرت بليت. اذا بعض الاحيان يستخدمون السكند انسيرت بليت اللي تكون اكبر سمك من البيت المجاوره لها بمقدار 3 مللي، وبعض الاحيان يستخدمون الانسيرت بليت اللي تكون اما تكون اقل او يساوي اقل بمقدار 3 مللي او يساوي البيت سمك البيت المجاوره ايضا. وهذه موجوده بالتعريفات الفصل الثاني اللي فيه تعاريف الخاصة بالـ ABI 6.0. هنا أنا شاير لها، هو شاير لها هيك إشارة سريعة قايل لك بالتصوير الشعاعي إذا كان فرق السمك بالمنطقة اللي راح تصور بها ما يتجاوز 3 مليم إحنا نعتبرها نفس السمك. أوكي؟ ما بيها مشكلة يعني، صور على راحتك. فمعناها اذا كان عندك فرق السمك اكثر من 3 مللي ما يصير تصور. اوكي اخوان؟ يعني ما تصور اذا كان فرق السمك بالمفصل اللي راح يصور اكثر من 3 مللي، اما ما يتجاوز 3 مللي ماكو مشكله. هاي الفقره اللي 8-1-1، طبعا هو الوقت تقريبا راح يخلص بعد 7 دقائق، نكمل يعني على المحاضرة الثانية وهسه نمشي بالمعنى. هنا أنا قايل لك منو وين راح يصير عندك التصوير الشعاعي، يا مناطق أو يا أماكن اللي يصير عندك تقدر تطبق التصوير الشعاعي هو الأبليكيشن. بعد قايل لك شل بوت وولد، هاي أول شيء. بعد الأنيلر بليت بوت وولد، هاي اثنين. بعد الفلاش تايب كونكشن وذ بوت وولد، هذا شنو هذا اذا تذكرون؟ هذا اللي قلنا احنا كل فلاش تايب كونكشن معناها اي نوزل اي من هول تصير الفتحه مالتها وي القاعده، شلون الكلين اوت دور. الكلين اوت دور تلقاها ويا القاعده فيسمونها الفلاش تايب. فيقول لك المفاصل التقابليه بالربوطات من النوع الفلاش تايب، هاي ايضا نصورها تصوير شعاعي. بعد وين الصور؟ طبعا اكيد الجدار، اكيد القاعد الانيلار، واكيد قلنا اذا ثلاث حالات كاتب لك فلاش تايب كونكشن وذ بوت وولد. وين ما تصور قايل لك نوت ريكوايرد، انه التصوير ما تحتاجه، قايل لك بمفاصل السقف روف بليت وولد. بعد القاعده نفسها مالت الخزان ما تحتاج، لا اوكي بوتوم بليت وولد. بعد قايل لك التوب انجل من يتصل وين بالجدار، بالسقف او بالجدار، هذني هم ما تصورهم. اوكي اخوان زين، هاي شلون تتاكد من طريقه لحامهن اذا مو تصوير؟ هذا سواء النافذه اي مو احنا اخذناهن فحص الروف استاذ، اخذناهن هسه مثلا القاعده تفحصها باكيوم بوكس، احنا عاده نفحصها باكيوم بوكس. باكيوم بوكس صح اي اكو طبعا اكو هواي طرق الفحصها اخذناهن بالفصل السابع، بس ار تي ما تفحصها. اوكي قايل لك هو التوب انجل، هذا المفصل مال التوب انجل سواء كان اللي الجزء اللي راح يصير على الجدار او الروف، هذا ايضا ما يتصور. اوكي اخوان اوكي. بعد الشلتو بتوم مفصل الجدار على القاعده،
هذا ايضا ما يصور. واخر شيء قايل لك النوزلات هاي النوزلات او المنهول، يعني الرقبه مالت النوزل او المنهول اللي راح اصنعها تصنيع منين؟ من البليت او المنهول الملحقات مالت الخزان. استاذ، المنهول نفسها المانواي. هو هنا هي المانوي، هو نفسه كاتب مانوي يا استاذ. اي لا اعرف المنهول نفس المانوي او بالسقف، هذني يقول لك اذا صنعتها من بليت فانت ما تصورها. اوكي. اوكي، اي نوزل او مانوي صانع تصنيع من بليت ما صور، بينما يعني هسه ان شاء الله ناخذ احنا تفاصيل اكثر عن التصوير. فشنو هسه عندنا التصوير وين يصير؟ التصوير مطلوب بكل مفاصل البتولد عندك، اللي بالجدار، بالانلر بليت، بالفلاش تايب كونكشن. اوكي، هذني بثلاث حالات يعني. وين ما مطلوب؟ ما مطلوب بالروف بليت، بالبوتوم بليت، بالتوب انجل، بمفصل الشل تو بوتوم، وبعد والنوزلات والمنهولات اللي شنو؟ اللي صنعها من بليت. بعد قايل لك اخر شيء ملحقات اللي هي الاتاتشمنت. شكو عندك اتاتشمنت على الخزان؟ شنو الاتاتشمنت؟ اللي هي المساند على سبيل المثال، مسند مال الفوم، مالت التبريد، مالت الدرج، هذا اللي ما يتصور. اخواني واضحه؟ واضحة أستاذ، واضحة. واضحه. هنا يقول لك شنو؟ بالفقره 8 1 2 2 1، انه باستثناء ما تم حذف بالبند هذا الاي 3 4 يجب اخذ الصور الشعاعيه على النحو المحدد. هسه راح يعطيك شلون تاخذ الصور الشعاعيه، بس اكو شغلات هو حاذفين. وين ذاكر ذن الحاذفين؟ قايل لك بالملحق اي الفقره 3 4. هسه هاي احنا ما ندخل بيها، راح ندخل الموضوع جدا مهم اللي هو التصوير الشعاعي على يمين على اكو رسم يشرحها. فانا اروح للرسم، اذا عندك كتاب خلي طلع الكتابه. هاي الفقره هنا انا مقسم لك الخزانات بصوره عامه، قايل لك اسمك مال الكورس الاول، السمك اللي عندك اللي راح اصوره، اما سمك اقل او يساوي 10 ملم، او السمك مالته بين العشرة وال 25 او الاكبر من 25، وكل حاله مطيك عليها رسم وشلون تصور، مطيك عليها جلسه ملاحظات. هذا ملخص الفقره اللي هسه عفناها اللي هي الفقره، هنا راح نشرحها بالرسم اللي يعني المفروض اكو ورقه وقلم وتكتبون. صعب الخاطر تكتب، هاي ورقه وقلم. نجي هنا تباوع للرسمه، قايل لك بلي الثكنس اقل او يساوي 10 ملم. تباوعون هنا مطي هاي الارقام. شوف كل البراتك هنا، كل البراتك شم رقمهم؟ رقم واحد، جاي يشوفون رقم واحد رقم واحد رقم واحد، ما عدا البراتك مال الكورس الاول حتى يعني يتركز عليهن، مطيهن رقم ثلاث لاهميتهم. هاي شنو هن ذن الترقيمات مال الملاحظات الجوة. هسه نجيهن بعد الهورزنتال شنو مطيه؟ مطيه رقم اثنين، وعندك التيات ايضا مطيهم رقم واحد. نجي هنا هسه نجي هنا واحده واحده، نجي الفيرتيكال على الكرسي الاول اللي مطيه رقم ثلاثه، شنو معناه؟ من تنزل للملاحظه رقم ثلاثه شو يقول لك؟ ملاحظه رقم ثلاثه يقول لك انه تاخذ تصور تصوير شعاعي، تاخذ لقطه تصوير شعاعي واحده لكل شنو؟ لكل بيرتك. بيمل
هنا سجلوا ملاحظة، اللوس كورس معناها الكورس الأول، معناها الكلام على الكورس الأول، the lost course معناها الكورس الأول. فيقول لك تاخذ لقطة تصوير شعاعي على ايميل على الكورس الأول سبوت فوتوغراف. شنو هاي؟ تقول لك تحقق متطلبات الملاحظة الأولى على الكورس الأول. نجي للملاحظة الأولى، الملاحظة الأولى شنو بيها؟ هسه هاي واضحة؟ كل مفصل عمودي بالكورس الأول شنو نسوي له؟ ناخذ له لقطة واحدة حسب الملاحظة رقم ثلاثة. وهي الملاحظة رقم ثلاثة شو تقول لك؟ رجعتك للملاحظة رقم واحد. اوكي؟ الملاحظة رقم واحد شنو بيها؟ يقول لك تصور، صور لقطة واحدة كلش قد؟ كل 3 متر لقطة واحدة، يعني كل 3 متر من الفيرتك جوين من المفصل العمودي شو تسوي؟ تاخذ لقطة. هسه انا راح اوضح لكم بالرسم. تاخذ لقطة واحدة. النوبة تبتعد لمسافة 30 متر، يعني مو تحسب 30 متر وراتك، وراتك مو من المحيط مال الخزان ولا من اللحام الهورزنتال، لان الكلام هنا شنو؟ الكلام على التصوير مال المفاصل العمودية. تبتعد 30 متر لحام وتاخذ لقطة ثانية. هسه تقول لي جوز خزان صغير، جوز خزان كبير، جوز 30 متر ما راح يصير بها من ضمنها فيرتك. 30 متر او القريب منها، بس ما يصير تصور المسافه اللي بيناتهم 30. يعني سنفرض الفيرتك الثاني صار مثلا ب 29 متر، اي عادي اصور ب 29. صار ب 32 عادي اصور. اوكي؟ بس في البينات المسافه الفيرتك ما تصورهم. زين. اي احنا شنو ترى جايين نحكي على الرسمه الاولى. اذا سمك البليت اقل من 10، اقل او يساوي 10 ملم. هاي الحاله الاولى جاي نحكي عليها. اوكي؟ اوكي. هاي بالنسبه للتصوير الفراتك. هسه احنا شنو باوع باوع رسمتنا هاي شنو بها؟ اخذنا رقم 3 واخذنا رقم 1 اللي هي مالت الفراتك. نجي لرقم 2. رقم 2 يحكي على اليمين على تصوير الهورزونتال. اللي ايش قايل لي؟ اذا نرجع للملاحظه رقم 2 يقول لي تاخذ لقطه تصوير شعاعي كلش قد؟ اول 3 متر وبعدين كل 60 متر تاخذ لقطه ثانيه. اوكي؟ اول 3 متر وبعدين كل 60 متر تستمر كل 60 متر تاخذ لقطه تصوير شعاعي. هاي على يمين على لحام الهورزونتال. بس انا راح افتح وياكم الكاميرا وارسمها لكم رسم. يا الله اعتقد هي يعني وصلت بس مو كلش. ها؟ منين الكيات؟ ايه اخوان وبعد اكو ملاحظه ذكرنا عليها استاذ عبود، انه نسبه التيات بالملاحظه رقم واحد هسه اذا نرجع لها نسبة التصوير 25%. التيات اللي موجودة بالجدار اللي سمكه أقل أو يساوي 10 ملم نسبة تصوير التيات شقد؟ 25%. هسه تقول لي 25% منين؟ من عدد المفاصل الفراتك، مفاصل العمودية. أوكي؟ هسه أشرحها بالتفصيل إن شاء الله. والله من السكتون عبالي نتلتو ما ادري شني في استرجاع. انا احس عايش وين بشر. مهند وينك؟ مهند خفقات البطانية. مهند دايب سبيل معينس. يا اخي حسنين ورده. يا اخي
هم رحتوا على حسنية يا معودين عوفوا الرجال. يا وين نروح؟ وين نروح؟ قل لك هذا الليل طويل وين نروح؟ وان انتم اللي عندنا كتاب خلي باوع للكتاب. هسه انا راح اعرض لكم الهاي يعني انا ما اقدر اطلع لكم الملاحظات والهاي بنفس الوقت. صبوره واضحه هسه. الحاله الاولى اذا سمك اقل او يساوي 10 ملم عندنا كم ملاحظه بالرسمه طبعوا لها؟ عندنا ملاحظه رقم 3 وملاحظه رقم 2 وملاحظه رقم 1. هذا اللي نجي نفسرها واحده واحده. ملاحظه رقم 3 اللي هي على اول كورس واضحه عندكم طالعها بالفيديو. شو تقول؟ تقول كل مفصل باول كورس كاتب لي ذا لوست كورس يعني الكورس الاول ناخذ له لقطه واحده. هاي سجلوها ملاحظة. لقطة واحدة باول كورس على المفصل العمودي حسب الملاحظة رقم 3. بعد ملاحظة رقم 2 شنو تقول؟ تقول ناخذ لقطة واحدة كل 3 متر العفو بالمفصل الأفقي، بعدها كل 60 متر ناخذ لقطة واحدة. هاي ملاحظة رقم 2، يعني شلون هسه مو هذا اللحام الهورزونتال مال الخزان؟ نفرض هذا الصفر مال الخزان. ابتعد 3 متر. 3 مترات خذت لقطة. ومن هنا لنبض شو ابتعد؟ ابتعد 60 متر. واخذ شنو؟ الشوط الثاني. وظل استمر. نوبة كل 60. كل 60. اخذ لقطة، اوكي؟ اوكي. يعني هذا شنو؟ هاي اللحامات مال الملاحظة الثانية مال من على الهورزونتال الكلام، هذا المفصل الأفقي. اوكي؟ نجي أوكي. للملاحظة رقم 1. هسه هنا اكو بالرسمة يعني تأشيرة لرقم 1. رقم 1 شنو معناها؟ تقول تاخذ لقطة واحدة للفيرتك. احنا مو قلنا الفيرتك. هسه بالكورس الأول انتهى، قلنا ناخذ لقطة. بس الفيرتك مال بقيه الكورسات الثاني والثالث وغيرها شلون نتعامل وياه؟ نتعامل وياه انه خلينا نرسم الخزان، هم هذا الخزان اول ثلاثة متر من اللحام الفيرتك شو نسوي له؟ بس هاي من الفيرتك وهاي منين؟ هاي من الهورزون طبعا ان شاء الله. اول 3 متر من لحام البيرتك اخذ لها شنو؟ اخذ لها لقطه، وبعدين كل 30 متر يعني مثلا هذا الخزان بكم مفصل؟ كم مفصل عندي مثلا خزان ب 20 فيرتك مو؟ اول 3 متر من عنده خذت ايش قد؟ خذت لقطه. بعدين احسب كل 30 متر لحام فيرتك اخذ لقطه ثانيه. فمعناها عدد تصوير البراتك راح يكون عدد صور شعاعي للبراتك راح يكون قليل. اوكي؟ بعدين كل 30 متر وتستمر. اوكي؟ كل 30 متر تستمر. وذيك هاي كل 60 متر تستمر. واضح اخوان؟ واضح. واضحة صح. زين. الملاحظة الأولى بعد بها فد فقرة يحكي على التيات اللي هو هنا هسه واضحة عندكم بالرسم التي. طبعا خذوها قاعدة طول الفيلم هنا بالخزانات الطول ماله 6 انش والعرض مالته 4 انش طول الفيلم مالت الار تي. اوكي يا اخوان؟ باعوا التي بالرسم يخليه بالنص بالضبط، مو هذا نفرض هذا التي يوسطه من هنا انجين ومن هنا انجين وهاي من هنا ثلاث انجات ومن هنا ثلاث انجات.
اوكي. هاي ايش قد بتصور اذا السمك عندك اقل او يساوي 10 ملم؟ تصور نسبه 25% من عدد المفاصل العموديه، يعني اذا خزانك ب 100 مفصل عمودي تصور بس 25. اوكي؟ وهذا العدد مال المفاصل يعني قابل للزياده، تقدر تزيده، لان هو كاتب لك، اخذوها هاي قاعده، اذا كاتب لك ات ليست معناها العدد قابل للزيادة. واضحة أخوتي؟ واضح أستاذ، واضح. زين نروح للشكل الثاني. يعني خاف أستاذ رادي يعبرها عليكم بعد، لا ما تعبر، تضحك علينا، صور لي ألف جون. زين إذا عندنا السمك جاي لك الحالة الثانية، إذا السمك بين العشرة مليم وأقل أو يساوي شقد، يعني السمك أكبر من العشرة مليم بس أقل أو يساوي 25 مليم، نباوع هنا شنو؟ عندنا عدة ملاحظات، عندنا ملاحظة رقم 3، عندنا ملاحظة رقم 4، عندنا ملاحظة رقم 5، غير إنه هاي الملاحظة الأولى اللي استونا حكيناها. أوكي ونجي هنا هنا اكو ملاحظة تخص الكورس الاول. شي يقول لك تصوير كل مفصل، كل مفاصل التشبيه، كل مفصل، كل مفاصل التي تصورها. اذا كان عندك السمك اكثر من 10 مليم هاي سجلوها ملاحظة، اذا السمك اكثر من 10 مليم كل التيات تتصور. اوكي؟ هيا ملاحظة مكتوبة، مكتوبة بملاحظة رقم 4. إذا نرجع للملاحظة رقم 4 ايش كاتب لك؟ الانترسكشن الأكثر من 10 ايش تصور؟ تصور all، كاتب لك all intersection، كل المفاصل تتصور. كل مفصل تي جوينت تصوره ما دام السمك اكثر من 10 ملم، هاي ملاحظه رقم 4. نروح للملاحظه رقم 5 ايضا. ملاحظه رقم 5 ايش قايل لك؟ ايش قايل لك؟ الملاحظه رقم 5 قايل لك ناخذ لقطه بالمفصل العمودي تكون قريبة للشولت بوتوم. اوكي؟ قريبة المن للشولت بوتوم، ما دام عندك سمك الكورس الأول أكثر من 10 مليم شو تسوي؟ تاخذ لقطة أيضا شنو؟ باعوا لها رقم 5، هاي اللي قريبة للشولت بوتوم. أنا سألت مساء يعني قالوا احتمال مثلا المصور ما يقدر يخلي الفيلم كلش على الشولت بوتوم، على البوتوم، فاحتمال يرفعه شويه يعني حتى يقدر يصور. الجهاز يعني ما يسمح البكان ماله، فهم ماكو مشكله. واضح اخوان؟ واضحه استاذ، واضحه واضحه. اوكي بعد شنو عندنا؟ بعد هاي الارقام مثلا هسه احنا شرحنا رقم 5 ورقم 4، رقم 2 نفس الشرح السابق استوى شرحنا اللي هي مالت الهورزنتال، تاخذ كل مثل ما رسمنا بالهورزنتال، اول شيء كل 3 متر وبعدين كل 60 متر وتتكرر. رقم 1 مال التيات ايضا شرحناها، ومالت الفيرتك ايضا شرحناها. فالملاحظات جاي تنعاد، جاي تنتبهون نفسهم. انا جاي اشرح لكم بس اللي اختلفت عندكم اللي هي رقم 5 ورقم 4. رقم 4. اوكي يا اخوان؟ اكو واحد عنده سؤال؟ هسه هي بهاي الرسمه التصوير على الكرسي الاول، انتبهوا للارقام مالته، رقم 5، رقم 3، رقم 4، رقم 2، هذا النيكي اللي على الكرسي الاول.
يعني المشترك بين الأول والثاني يعتبر على الكرسي الأول. واضح أخوان؟ نروح للرسمة الأخيرة اللي هي شنو؟ السمك يكون أكبر من 25 ملي. السمك إذا كان أكثر من 25 ملي يقول لك أولا جميع كل مفصل عمودي استاخذ لها ساي الملاحظة رقم 6 بقول ليش راسمها لك كأنما فيلم طويل. هو احنا بنساعش قلنا الافلام بالخزانات 4 في 6 اذا قال لك سبوت يعني لقطة 4 في 6 واذا قال لك فول معناها على طول المفصل على طول المفصل اللي راح تصوره. اذا قال لك فول ريد جرافيك واذا قال لك سبوت ريد جرافيك معناها 4 انجات في 6 انج. هذان النوعين موجودات بالخزانات. نجي هنا فهذا رقم 6 هو فول ريد جرافيك. اذا عندك السمك يقول لك مالت الجدار اكثر من 25 ملم فانت الفيرتك كله تصوره على طوله. جميع مفصل عمودي فيرتيكال جوينت تاخذ له لقطه يعني كل البراتك تصورهم مالت تاخذ لهم فول لقطه كامله. بعد كل التيات تصورهم حسب الملاحظه رقم 4. بعد ولقطاتك مالت الهورزونتال قايل لك حسب الملاحظه رقم 2 اللي شرحناها بالبدايه اللي هي مالت الهورزونتال. طب هاي المرسومه 3 متر و 60 متر. كل 3 متر تاخذ هذا وبعدين كل 60 متر. اوكي؟ زين. بالكورس الثاني اللي هي هسه طبعا للكورس الثاني عندك شنو بالكورس الثاني؟ عندك ملاحظة رقم 1، ملاحظة رقم 2، ملاحظة رقم 4 في الكورس الثاني. هنا تتعامل وياه حسب السمك. حسب سمكه. يعني إذا كان سمكه أقل من 10 طبق الفقرات ذيك الفوق اللي أخذناها. إذا السمك بين الأكبر من 10 وأقل من 25 طبق عليه الشرح مالنا مال الرسمة الثانية. وهكذا. يعني مفاتيح لهاي الرسمة هاي الملاحظات الجوة. إذا مو واضحة حتى أعيد شرحها مرة ثانية. لا واضحة. قولوا لي واضحة ولا مو؟ ها؟ واضحة مبين كل شيء. إي بالرسم هي واضحة. بس خاب واحد يعني اشتبه. إخوان رجاء لا حد يستحي ترى إحنا جايين نتناقش يعني. يعني لا تخجل من السؤال او تقول لي انا ما فاهمها كلش عادي يعني ان شاء الله واضحه. انتم راجعوها واي سؤال يعني انا اقول لك اكتب هاي الملاحظات. انا كاتب مجموعه ملاحظات جزء قصرها صور وادزهم لكم وش اسمه وبنفس الوقت اقروهم والعده سؤال نقدر نعيدهم يعني باكر ما عندنا مشكله. هذه الملاحظات لتفصل التصوير على جدار الخزان فقرة 8.1.2.
راح اعيد هذا الشريح هيك على السريع بس مو على الشكل، على اعتبار حكينا بالشكل. نقرا الفقره، لان اكو شغلات الفقره يعني ذاكرتها اكثر تفصيل. الفقره 8 1 2 2 نجي للاي 8 1 2 2 اي شو يقول؟ يقول المفاصل، المفاصل اللي لاحمها انت بوت، بوت وولد، بوت وولد كله احنا نعرف انه بليته مقابل بليته، يعني مفصل تقابلي. اللي سمكة شو يكون قايل لك؟ اقل، يقول لك تاخذ لقطه واحده لكل 3 متر منين؟ من المفصل العمودي. اوكي، تاخذ، يجب اخذ صوره شعاعيه في اول 3 متر من المفصل العمودي المكتمل قايل لك، اللي يكون شنو؟ من نفس النوع، نفس السمك. هنا اكو ملاحظه، هنا الاي بي اي يذكرها، انه ليش قال 3 متر من الفيرتك؟ هاي معناها انه اللحام كل 3 متر من شغله، هو هنا انا قاعد مسميه ولدر او مشغل هاي المكان الاوتوماتيكي 3 متر معناها، يعني اللحام او مشغل الماكينة اللحام الاوتوماتيك يكون اقل شيء لحام 3 متر حتى الصور. فمعنى زين، اذا صار لحام اقل، كل ما كثر، كل ما قلت، يعني انه لحم اقل من 3 متر كل ما زادت عندك النسبه مالت التصوير. هاي سجلوها ملاحظه، اقل شيء المفروض اللحم يلحم 3 متر، بس اذا لحم اقل راح ازيد نسبه التصوير. زين، هذا خلينا نكمل. يقول تاخذ، اوكي، يمكن استخدام الصورة للحلقة الأولى حسب الملاحظة رقم 3 اللي قلناها احنا، كل 3 متر وبعدين كل 30 متر، وقايل لك أيضا هنا شنو؟ نتيات تصورها بنسبة 25%. زين، كاتب هنا أقل مينيموم، أقل شيء صور تيات، هسه نفرض ال 25% طلعت لك ايش قد؟ لقطة واحدة مسموحة، لقطة واحدة؟ قايل لك لا ما مسموحة. مينيموم صور للتيات ايش قد؟ 2 لقطتين بالانتر سكشن. اوكي، بعد اكو ملاحظه هو من ساعه ما ذكرها بالملاحظه، انا ليش رجعتكم على موت هاي الملاحظه؟ يقول لك تاخذ لقطه واحده شنو؟ راندوم، اللي هي يعني لقطه عشوائيه على اليمين على البراتك مالت الكورس الاول، لا على التعيين، تاخذ لك لقطه. هاي وين الكلام؟ الكلام اذا عندك السمك اقل من 10، اقل او يساوي 10 مليم، ها؟ كل بيرتك ياخذ لقطه بالكورس الاول. لا، كل الخزان. كل الخزان. ليش؟ كل بيرتك؟ ايش بيرتك؟ اشوف الرسم بالله. لا كاتب لك شال بي تيكن ان ايش فيرتيكال جوينت. صح، لقطة واحدة في كل مفصل عمودي. لازم اي لقطة واحدة، تاخذ لقطة بكل مفصل. اللي اذا تشوف لا على التعيين، لا على التعيين. يعني راح يصير عندك كم لقطة؟ لقطة بالفيرتك اساسية، ولقطة عشوائية، واحتمال يصير عندك لقطة بهذا المفصل مالت التي. اي احتمال حسب النسبة يعني. بالمية مالت التي هذا. اوكي؟ اوكي استاذ، اوكي. البي، الفقرة بي. الفقرة بي هم يقول لك المفاصل اللي ملحومة تقابليا، اللي السمك مالته يكون من 10 ملم، أكبر من 10 وأقل أو يساوي 25، يجب أخذ لقطة صورة شعاعية. وين تأخذها؟
لك وفقا للبند اي، يعني شلون انت تصرفت للاي تصرف، شكو عندك فيرتك ليش؟ يعني الرسم شنو يقول؟ باو عليه؟ هسه رقم ثلاثة، هو نفس رقم ثلاثة، يعني الملاحظة رقم ثلاثة بالرسمة الأولى هي نفس الكلام على يمل على الرسمة الثانية، فنفس الكلام، تاخذ لقطة كل 3 متر وبعدين كل 30 متر من البراتك، نفس الشيء. هي هاي الملاحظة. ويجب تصوير جميع التقاطعات المفاصل العمودية والأفقية. كل التيات شبيهن الأكثر من 10 ملم قلنا شنو نصورهن. هذا الفيلم شيء يقول لك لازم يكون طوله 6 انج والعرض مالته شقد انجين، ولازم شنو تحطه بالنص، يعني يغطي التي الفوق والجو، يعني كلش بالنص مثل ما هو رسمه. وهاك كاتب لك 3 انجات منه و3 انجات من هنا، وانجين منه وانجين منه. اوكي. ويجب اخذ يجب اخذ صورتان يعني لقطتان في كل مفصل عمودي، اللي هي رقم 5 ورقم 3 قلناهن. العفو، رقم 5 ايش قال عليه؟ انه هاي الصوره شنو تكون قريبة من القاعدة قدر الإمكان، والأخرى تأخذ عشوائية. يعني هاي الخمسة واحدة تأخذها قريبة من القاعدة، ورقم 3 أيضا عشوائية. أوكي، يعني هسه المفصل كم لقطة راح يصير بي؟ انترسكشن والجوة والراندوم والأساسية. لا يعني يصير 4 معناه والأساسية. اوكي. لا ليش؟ اي اساسي هو كاتب لقطتان، واحده عشوائيه وواحده هاي القريبه من القاعده. اثنين. هسه نرجع للهاي، نطلع شوف استاذ اقرا البي، يقول لك هسه جاي لك السمك مالك عندك من العشرة لحد ال 25، اكبر من العشرة واقل او يساوي ال 25. كل الانترسكشن هاي اول شيء الصورة منتهين من عنده. اوكي. للفيرتيكال اند الهوريزونتال بليت، يقول لك الفيلم لازم يوضح لك ما مقداره طول، يعني 6 انج تقسمه بالنص 3 ب 3 و 4 انج تقسمه بالنص انجين منه وانجين منه. اوكي. زين، قايل لك انه بالكورس الاول تاخذ لقطتين تو سبوت ريدوغرافي، شل بي تيك واحده وين تصير؟ على الفيرتيكال اللي كل فيرتيكال جوينت، والثانية وين تصير؟ على الجو. اوكي؟ هاي انتهينا من عندها. ناو ايش قايل لك؟ اند ذا اذر شل بي تيك راندوم، تاخذ واحده عشوائيه نفس ما حكى بالساعة بالفقرة الأولى، تاخذ واحده عشوائيه. أربعة يصير. قايل لك انظر يصيرن أربعة، واحده منهن عشوائية. اوكي هاي واضحة؟ واضحة واضحة حبيبي استاذ. واضحة. طبعا وقت بقى 7 دقائق اذا لاحظ نشرح السي. السي هنا يحكي على اليمين. ها يحكي اذا الرسمة الثالثة اذا السمك عندك اكثر من شقد؟ من 25 ملم. اكثر من 25 ملم المفاصل العمودية التي يزيد سمك الجدار عن 25 ملم، تصور كل الأشعة فول ريدوغرافي اللي هي رقم 6، كان ملاحظة رقم 6. شوفوا فول شل بي فول ريدوغرافي. يجب تصوير جميع المفاصل العمودية والأفقية في نطاق هذا السمك، ويجب أن يظهر الفيلم. الفيلم أيضا الطول مالته قلنا مو الفول، إذا قال لك سبوت ايش قد طول الفيلم؟ أيضا 6 انجات في 4 انج، وتقسمه بحيث يقول لك الفيلم يطلع واضح 3 انج منه و3 انج منه، والعرض مالته انجين منه وانجين على الجهه الثانيه. اوكي، كل التيات تصور وكل المفاصل العموديه تصورها حسب الملاحظات الموجوده بالشكل قايل لك الشكل الاخير بالرسمه 8 1 اللي احنا قريناها، الستة فول
والأربعة الانترسكشن هذني كلهن يصورن، يعني كل الفراتك تصور وكل التيات تصور إذا السمك عندك أكثر من 25 مليم.